الحقيقة سووا بالنسبة لتصنيف المعدات سموها أول وحدة اللي هي زون زيرو، سموا المعدات كاتيجوري واحد. الكاتيجوري هي فئة، يعني فئة رقم واحد. المعدات التي ملائمة للعمل في زون واحد أو 21 أنطوها كاتيجوري واحد، كاتيجوري اثنين. هسه بعدين إن شاء الله نقول ليش ذاك واحد اثنين. المنطقة اللي هي زون اثنين سموها كاتيجوري ثلاثة. زين، معناتها احنا بالنسبة للمنطقة الخطرة جدا اللي هي تصنيف كاتيجوري واحد نقدر نستخدم معدات مصممة على كاتيجوري 2؟ نعم ماشي ماشي واحد ناصر هاي خطر المعد لا لا واحد لا لا واحد وزن واحد كاتيجوري واحد وغير زيرو زيرو هاي واحد ما نقدر نستخدم بها المعدات المصممة للعمل في كاتيجوري 2 ولا 3 ما في خطر بس العكس صحيح مع الاثنين نقدر يعني كاتيجوري اثنين هاي تقدر تستخدم المعدات المصممة للعمل فيها وكذلك المعدات المصممة لكاتيجوري واحد. بالنسبة للمنطقة ثلاثة ثلاثتين تقدر تستخدم يعني إذا حطيت معدة مصممة على كاتيجوري واحد هذا بعد أحسن، بس مثل ما أنت أيضا ذكرت إحنا على حساب الكلفة الاقتصادية أنا حسب الكلفة أكثر. زين هسه بالنسبه للكاتيجوري الرقمية يعني المعدات ايش عندنا بعد؟ عندنا شوف اكو مثل ما ذكرنا عندنا الاكس وعندنا الاكس هذين الاثنين حقيقة متوازيات وضعوا تصنيف للمعدات اللي يسمى اكوبمنت جروب الفرق بيناتهم بين الاكس هو اسكس هو انه الاتكس انطى تصنيفين جروب واحد جروب اثنين بينما تجي الاي اكس انطى شنو ثلاث جروبات جروب واحد واثنين وثلاثه. زين شنو بين الجروبات؟ بالثنين جروب واحد هي المعدات المصممه للاستخدام في المناجم اللي تحت الارض. فواحد واحد هذين الحقيقة ما راح نتطرق يعني تصانيف المعدات لأن إحنا هسا عملنا كله هو سيرفس فوق سطح الأرض. الأتيكس اللي هو تصنيف جروب اثنين شمل الغاز والدست اثنيناتهم، بينما تصنيف الأيسكس خلى جروب اثنين هو له علاقة بالغاز وجروب ثلاثة له علاقة بالدست. يعني هاي بعد يعني هم اختاروا انهم يكون هذا الفرق بيناتهم. واضح ان شاء الله؟ هذني اللي التفاصيل الاخرى ان شاء الله راح ناخذها تبعها. بس قد نبدي بهذا اللي هو سي وصفة رقم وهاي الاكس داخل الشكل السداسي والخطين والتوجي.